معجزات القمص فلتقوس السرياني. ويحكي أحد الآباء الرهبان ويقول: لظروف خاصة نزلت من الدير لفترة من الوقت، ولما طالت المدة اشتقت لرؤية أبينا القمص فلتقوس وإلى أحاديثه الروحية، إذ كانت تربطني به علاقة محبة. وقبل أن أنام في هذه الليلة رأيت قدسه واقفا بجواري بوجهه المنير وابتسامته البريئة، ثم اختفى عني. ولما كنت أعرف عن قدسه انتقاله بالروح وزيارته لمحبيه، سألت قدسه وقلت: هل قدسك باركتني بزيارتك المقدسة لي؟ فابتسم وقال لي: يا خوي، أنا ذهبت لواحد غلبان ومسكين وجالس في حجرة جديدة ساند بابها بكرسي، لأن الباب لم يكن به جالون أو ترباس، وشباك الحجرة كان بدون سبليونة لأنه جديد. ووصف لي كل ما بالحجرة، وكنت أنا الذي أسكن في هذه الحجرة أثناء ظهوره المبارك لي، فتحققت إنه زارني وشكرت قدسه على ذلك.